ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا حبكم متابعيني في كل مكان. الراجل ده يا جماعة أنا شايف تعبان وقرنه ضخمة جدا. طبعا يا جماعة لقينا الجلد بتاع التعبان موجود في المنطقة، قال إن هو دخل المنطقة ديت كده. بس الجلد طبعا يا جماعة احتمال كبير يكون داخل جحر. محمد تعالى يا كده قدام. طبعا يا جماعه الكره والاثر مش هتظهر في المنطقه ديت، ادي يا جماعة جزء من التوب بتاع الكوبرا. طبعا شكلها كوبرا ضخمة. كبر هاي الكبرى تحت ايدك. ايوه هاي طيب بس انا طيب بس طبعا يا جماعه ما شفتهاش، محمد اللي شافها. ده يا جماعه الكبرى طبعا يا جماعه الحمد لله ما خدتش وقت. يا ده حق هذا يا جماعه الكبرى كبرى حلو. شوف يا جماعه المكان طبعا شغال فيه جماعه، الناس شغاله جنبها على طول، جنب منها مواشي. طبعا يا جماعه الجحر اللي هي فيه ساعه، فعشان كده بتخرج تتشمس. بس حلو ما يخل من عارف هو بس تاني في حاجه تاني. لا 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 هو لا هو 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 بالله عليكم يا جماعه ما حدش يحاول يعمل الحركات ديت. طولها يا جماعه حوالي متر و75 سنتي.
هذا يا جماعة الكوبرا. شوف يا جماعة أنياب. هذا يا جماعة أنياب الكوبرا زي ما نوريكم في كل فيديو. هذه الجنب الثاني يا جماعه. طبعا الحمد لله ربنا ستر على الجماعه دول، كانوا قلقانين جدا وخايفين. والله هم طبعا يا جماعه بيشيلوا ده غذاء اعزكم الله للمواشي، يعني الحمد لله طبعا ربنا ستر ومحدش منهم داس فيها. لو عجبك الفيديو دوس اشتراك وفعل الجرس مع مصطفى هاجر زي ما قعدت احضركم كل يوم جديد.